متتبعي قناة فاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة غادي نستضيف السي عبد الحق العبوقي، عضو المكتب النقابي للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، وكذا السي علي شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من أجل مناقشة بعض السلوكيات التي تقوم بها عدد من سائقي سيارات الأجرة على مستوى مدينة الدار البيضاء، والمؤاخذات التي يأخذها بعض المواطنين على هؤلاء السائقين. السي عبد الحق مرحبا. شكرا لك أستاذ بوستا، ومن خلالك نشكر الإخوان الطاقم المشرف على أنفاس بريس. سي علي شتور مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. نبدأ بسي عبد الحق، بما أنك تمثل قطاع سيارات الأجرة، مجموعة من المؤاخذات التي يؤكد المواطنين عليها يعني ضد بعض سائقي سيارات الأجرة، مش ما نعموش نقولوا حنا بعض سائقي سيارات الأجرة، وأنه ما كاينش يعني ما تيبغوش يهزوا من الأماكن ديالهم بممارسات مختلفة، الهندام لما تيكونش في أغلب الأحيان يعني في المستوى ديال السائق المهني، يعني كيفاش ترد على الاتهامات؟ فإذا سمحتي أستاذ بوستا، حنا دائما نحط المهنيين على اساس باش نغيروا هذا النمط ديال يعني القرارات العمليه، لما لا يكون قانون منظم للمهنه وتكون المعاليم ديالو واضحه ويكون متطور باش نواكبوا العصر. ما يمكنش حنا في 2023 وباقي كتنظمنا قرارات عمليه والظاهر ديال 63، لما لا هذه فرصه ان يتعدل. كاين مجموعه ديال الحوايج اللي كتعدل دابا مع الحكومه، لما لا في القبه ديال البرلمان، لا مجلس المستشارين ولا البرلمان، لما لا يكون قانون منظم ديال النقل ويتعدل الظاهر ديال 63 باش نخرجوا من هاد الامور هذه. ديال الان حنا نفكر في واحد الدليل ديال السائق المهني. دليل السائق يعني غادي هو اللي غادي يعني يحط السائق ما له وما عليه، مثلا المعاملة بين الزبون والسائق، بين السائق وزميله السائق، بين المركبة، بين كل هذه الأمور هذه، كاع هذه التكوينات اللي دارت وعدة التكوين بغينا نحطوها على الأرض الواقع. ولكن كان واحد القرار عمالي عامي على مستوى مدينة الدار البيضاء اللي تيتحدث على هذا الشيء، اللي تيتحدث على الهندام، تيتحدث على الاحترام تاع الزبون، ولكن كل شيء تيبقى غير حبر على الورق. فاحنا أستاذ بوستا حنا كنا السباقين قبل ما يجي القرار العاملي، كنفكروا في كاين غير الترميمات الأخيرة ديال الترميم الأخير ديال هذا الدليل السائق اللي غيخرج لحيز الوجود ان شاء الله، يكون جهوي ومن بعد لما لا يكون وطني. على العموم نتكلموا في الاهم، وهو القطاع ديال سيارة الأجرة مشاكله متسلسله، يستحيل حل المشكل معزل على المشاكل الاخرى. اذا لابد من قانون منظم للمهنة، لابد من قانون منظم لنا. بالنسبه لك سي علي، واش تشوف ان المشكل هو في قانون منظم المهنه، ولا ان بعض سائقي سيارات الاجره يعني ما تحترموش المهنه تاع سائق سيارات الاجره في الحد الادنى ديالها؟ قبل البدايه ومن منبركم هذا، تحيه كبيره وعاليه وتقدير لكل العاملين في هذا المجال، نساء ورجال ونقابيين اللي مكلفين اللي كيعملوا في خفاء. هذا من جهه، ولكن كاين واحد العدد كبير كنقولوا بان البعض من الكل، هما الناس اللي كيتعاملوا مع الزبناء بواحد المعامله في غير اخلاقيه، ومن بينها كاين التعامل اللي كاين بان الزبون دائما، احنا بالنسبه لنا كحماة المستهلك كنتلقاو واحد العدد كبير ديال الشكايات عبر الهاتف بان بعض، أنا كنقول دائما بعض سائقي السيارات كيعاملوهم كمعامله لا اخلاقيه. اولا في الوقت فاش كيكون هاد الزبون كيطلب واحد الوجهه، كيكون دائما السائق هو اللي كيختار، بالعكس باش كان انه ان هذاك الزبون هو اللي غادي يختار الوجهه، كيولي هذاك السائق كيفرض عليه الوجهه اللي بغا، كيقول له انا ما غاديش نمشي لهذيك المكان، وهذا ما كاينش لا في القانون، ما كاينش في القانون، وهذا كيلمع الصوره ديال سائق سيارات الاجره. وحنا نطالب من هذا المنبر ان النقابه عندها واحد الدور كبير، وهي التحسيس والتوجيه، انها تقوم بالتحسيس وتوجيه لهذاك الزبون، هذاك السائق. اسمح لي، هذه من جهه، ولكن من جهه بالنسبه للداخليه انها حتى هي عندها واحد الدور كبير بان الجزر. واللي غادي نقول استاذي ان حتى من ناحيه الزبون عنده حتى هو واحد سمو
واحد المساله اللي ما كيديرهاش وهو الوقت فاش كيشوف ان هذاك السائق الاجره دار واحد العمل لا اخلاقي انه كان ياخذ واحد اسمه ويكتب واحد الشكايه سواء الجهات المسؤوله في العماله ولا كاين الرجال اسمه السلطه. ولكن تهضر على سائق الطاكسي وكانه سائق الطاكسي تعيش واحد البحبوحه وتعيش بانه مرتاح وبان الطرقات العمليه الدار البيضاء يعني فيها واحد الاريحيه على مستوى حركه النقل والتنقل وبان السائق المهني حتى هو ماشي متبوع بواحد الروسيطه اللي تتخليه تفرض على الوجهه كما تقول على 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 الزبون. تسمح استاذ ما نخلطوش بين أخلاق والمبادئ الإنسان إلى إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إحنا نطلقوا من الإنسان. إحنا أول حاجة اللي غادي نتكلموا عليها هو بعدا تكوين الإنسان. الإنسان ما غاديش نخلطوا أنه ندخلوا فيها بأنه ما عندوش فلوس ولا بأنه خصو يأخذ الروسيطة ولا بأنه لا. احنا ناخذ انسان كانسان معامله بينك وبين هذاك الشخص وهذاك الشخص مواطن مغربي بحالك بحاله. وانا غادي نقول لك واحد السؤال استاذي. انت كسائق ديال سيارات الاجره كيبان لك واحد السيد هو السيده راه ناس كبار وداك الشيء وانت كدوز حيت هما بجوج ما كتوقفش لهم. غادي نقول لك بان يمكن انت هنا في الدار البيضاء ما وقفتيش لهم ولكن يمكن هذاك الاب ديالك انت والام ديالك في المدينه فين كاين في واحد البلاصه اخرى غادي يكون واقف. واش غادي نحولوا السؤال تاعنا. هو بالنسبه كما تكلم السي علي بالنسبه للسائق المهني ما ناخذوش في هذا الجانب انه ماشي ملك يعني معصوم من الخطا. كتلقى مثلا طبيب كيدير خطا طبي كتلقى بزاف ديال الناس اللي كدير. خاصنا نعالجوا الامور من يعني من لا سورس من الجذر. شنو نديروا؟ كاين الان تكوين واعاده تكوين. ندمجوا هذا التكوين واعاده التكوين في كيفاش يتعامل مع السائق واخا راه هي كاينه في القرار. ولكن سي علي دابا تيقول لك دابا المساله ما عندها حتى علاقه بالتكوين، ما عندها حتى علاقه بالقانون، عندها علاقه بالاخلاق تاع الانسان. يعني كيفاش هذا السائق المهني تيشوف واحد امراه عجوز مع الزوج ديالها ولا واحد المعاقه ولا واحد الناس ثلاثه الناس ما تيوقفش لهم بمبرر انها الروسيطه بمبرر انها الضغوطات تاع المهنه. وانا من هذا المنبر مشكور وناشد الهيئات الممثله لقطاع سياره الاجره، نقابات، جمعيات تعاونيات، كلهم ينخرطوا في هذه الورشه. هذه الورشه لا هو ان الدور ديالهم كبير. الدور ديالهم هو التوعيه والتحسيس، لقاءات تواصليه، موائد مستديره باش الامور باش نحاولوا نعالجوا هذه الامور هذه. لان ملي كندير شي تعسف مثلا كسائق سياره الاجره على واحد الراجل مثلا معويز ولا الراجل اللي ما قدرش راه غادي يجي الوقت اللي غادي يديروها ليا انا حتى انا. اذا خصنا نفكروا ما يكونش عندنا الان، نخليو ديك نحيدوا الان، نفكروا في في في, في المستقبل ديال هذه البلاد كلها. يعني علاش حنا فكرنا باش يكون واحد الدليل ديال السائق اللي غادي يكون حتى عند الزبناء حتى هما يقراوا كيفاش تتعامل مع سيارات الاجره مثلا. حتى الزبون راه عنده دخل. لان يعني الزبون دابا كما قال السي علي انه ما كيديرش العمل ديالو. انا واحد السائق تعسف عليا غنمشي للمكتب ديال التنقيب النمره ديالو غادي، لان باش نوصل ندير طبعا ندير اللي عليا. بالاضافه لهذوك الزبناء مثلا اللي كيبغيو ياخذوا سياره الاجره كتلقاه مثلا واقف في البلاكه ديال الطويز. علاش قلت لك انا غندير الدليل ديال السائق تكون في هاد الحويجات، واقف في كونتريتوار، واقف قدام مستشفى. هو سي عبد الحق اسمح لي قاطعتك، حتى الزبون هو تيلعب دور في هاد القضيه هذه. يعني كما قال لك تيوقف في اماكن غير مسموح بها بالوقوف، خاص السائق الطاكسي يوقف ليه فيما بغى هو. يعني ربما الامر في العموميه ديالو خاصو اعاده النظر. شوف ان الزبون حتى هو كنقولوا له المستهلك حتى هو خص تكون عنده تربيه في هذه القضيه ديال اخذ الطاكسي. انا الوقت فاش كيكون بالي الطاكسي انا جاي فاش كيكون فيه واحد ولا هذا ما غاديش نشير له باش كنخلي هذاك السائق حتى هو كيحترم نفسه. لان انا كنقول بان الوقت فاش كنركب في هذيك في السياره راه عندي حق بان ما خص هذاك السيد اللي السائق ياخذ اي واحد اخر يركب مع واحد اخر. لان الا كان السائق يطلب هذاك السيد واش يمكن ركب معايا هذا الانسان، الا هذاك السيد امتنع
غادي يقولوا لي ان علاش اشنا علاش انا حنا كناخذوا هذا الطاكسي، لان واحد العدد كبير كتكون على حسب الوقت، ان عنده العمل ديالو غادي يدخل في واحد الوقيته غادي، والا علاش هو غادي الا بغى يكون مزحم ثلاثه بجوج غادي يمشي ياخذ الحافله وهو مدير. كنقولوا استاذ باش نقول لك، لان كما قلت انا كنقولوا بان دائما كنقولوا بان السائق وهو سفير لهذه الدوله المغربيه في نطاق باش يكون الانسان كلشي عارفها. حتى علاش كيكون تلقى اول واحد اللي كيكون سائح كيخرج من المطار، اول واحد كيتلاقى معاه كيتلاقى مع هذا السائق، وداك السائق الا كان بالهندام، انا كنقول عاوتاني كنرجع للهندام، والهندام يكون اللي هو نقي وهذاك الشيء، وكيعطي واحد اسمه صوره كبيره على صاحب التاكسيات، وكيعطي حتى صوره كبيره على السياحه المغربيه، وحتى داك يكون الانسان في اختيار ديال شكون اللي غادي يعطيوه، لان كنعطيوه شنو هو كنعطيوه بريميت كونفيونس، ثقه بان هذاك الشيء في الثقه لف هذا، ويكون عنده واحد ان باجاج باش ملي يكون كيتكلم وما يتكلم حتى يتكلم مع هذاك السيد الاخر، باش كاين واحد اللي كيكون هذاك الانسان الزبون كيطلع كيقول له بين وبين هذاك السائق جوج كلمات، فين غادي فين غادي نمشي ها فين، وكيسكت لان ما يكثرش على هذا، لان الانسان كيبغى غادي من جهه جهه اخرى، كاين اللي كتطلع مع هذا، انا كنقول لك السلوكيات، كتطلع ما كتلقى مشى على الراديو ولا كتلقى قبل ما كان بارك جالس بوحدو في اسمه وياخذ هذا، كتلقى التريحه ديال هذيك الاسمه، هذا ملا لي عقل. انا كنهضر على السلوكيات، دونك هنا ملي كنتكلم على السلوكيات دائما الانسان خصنا نحاول ما امكن قبل من كل شيء، ودائما كتبقى النقابه عنده واحد الدور كما قلنا اللي هو دور تحسيسي، وهذا راه دور. علاش النقابه دائما يركزون على مجموعه من النقابات يركزوا دائما على الحقوق اللي خص الدولة تعطيهم، ولكن قليل ما تيفتحوا هذا النقاش هذا. لا بالنسبة للسائق كاين هناك حقوق وكاين واجبات. لا النقابات ما تطرحش هذه الملفات. كتطرح طبعا. لا كاين بعض النقابات ومنها الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، حنا عندنا في القاموس ديالنا هذه الامور هذه ديال كنشتغلوا عليه منذ سنوات، دليل السائق كننتظروا غير الافراج عليه من خلال واحد الناس اللي غيديروا لنا الاشهار لهذاك المجموعه، لان خصنا نصوروا 30,000 حيت مدينه الدار البيضاء فيها 30,000 سائق سياره الاجره، الا بغيتي تصور هذاك الدليل خصك تصور 30,000 كل واحد يعني طبع 30,000 وبالمجان، يعني ما غاديش تبيعه باش ولكن السائق يشوف الدليل غيقول لك الدليل لا علاقه له بالواقع، الواقع كما قلت في الاول يحتم عليه بزاف الامور، فهمتي يعني صلحوا لنا القطاع، شتي صلحوا لنا القطاع بصفه شموليه، عاد طلبونا بهذه المسائل هذه. هذه المسألة غترجعني للأمور اللي تكلمت عليها ديال قانون منظم للمهنة، وتكون اللي يكون عبر التشريع، يعني لا بالنسبة للغرفة الثانية أو لا قبة البرلمان، ولما لا يتناقش، وهذه فرصة نزيد نكررها ثاني من خلال منبركم مشكور، أنه يتعدل الظاهر ديال 63 والقرارات العاملية المنظمة لقطاع سيارة الأجرة، باش يكون قانون واحد في المغرب كله من طنجة للقوير، يعني اللي كينظم القانون في قطاع ديال سيارة الأجرة في جهة الدار البيضاء كينظمو في طنجة وكينظمو في القويرة، في أي مدينة كمشيتي كتلقى قانون، ما يمكنش تمشي لأي مدينة كتلقى كل واحد على هواه، يعني على حساب العمالة وعلى حساب العامل وعلى حساب، خاص قانون منظم باش يكون ديك الساعه ما لا هو ما عليك يكون مستر عنده قانون كينظمه، بالاضافه للتغطيه الصحيه كما شرنا لهاد الامور هذه، اللي هذا ورش كبير اللي مفتوح، يعني خاص المتابعه ديالو من خلال هاد الهيئات الممثله للقطاع السياحي. استاذ غادي نقول واحد القضيه في سياق الكلام، بالنسبه انتم كتقولوا خاص واحد قانون وهذا، هي مزيان قانون وهذا، ولكن احنا كنشوفوا حاليا شنو رايكم انتم كنقابه، وانتم كتعرفوا هذا الشيء هذا، وحتى ان العمله ان كل شيء كيشوف علينا ان الناس كيتلقاهم واقفين قدام محطه ديال القطار قدام هذا، وكانه بين قوسين بحال 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 شي سوق، واحد كيقول وجهه غادي نمشي هنا، واحد كتمشي تقول لا كنمشي هنا، دونك كيختار هذاك الزبون لواحد الواجهه اللي غادي هذا، والطاكسيات كتلقى واحد 20 طاكسي واقفه
هو الانسان هو زربان عنده وقت لان مرتبط بموعد ولا هذا، وانت ما الناس ما عندهمش ما كيفكروش في هذاك الزبون. شنو رايكم في هذه القضيه؟ واش كاين تدخل؟ شنو رايكم في هذه القضيه؟ بالنسبه لهاد التجاوزات اللي تكلم عليهم السي علي مشكور، كاين هناك خلل، كاين محطه ديال القطار، كاين محطه ديال الحافلات، كاين خاص يعني الامن يدير العمل ديالو. كاين مكتب ديال التنقيب اللي خصو يخرج واحد الدوريه هي اللي غتكلف بهذيك الامور، ماشي النقابه، ماشي الدوريه اللي غتكلف كما كانت في التسعينات وفي الاواخر ديال الالفينات. كانت الدوريات كتخرج كتلقى غير ما مكرتش هنا كيحيدوك الكارغريز. إذن خصنا نرجعوا لهاد الامور هذه، ما نقولوش لا راه الطاكسي كثار وما كاينش الشرطه اللي تخدم لا لا، ما نعجزوش. بحال نقول له مثلا نربط انا كقطاع سائق سياره الاجره، مشكل ديال القطاع سياره الاجره نربطه بالروسيطه، لا لا خاصني انا خصني العمل ديالي نقوم به على وجه. اذا السي عبد الحق تيقول خص هادشي ما خصوش نربطو تاو تيتفق معاك في هذه النقطة، ما يتربطش بالروسيطة، ما يتربطش بالدور تاع العمل. حيت كنقولوا دائما ان قبل من كل شيء وهو خاص الانسان، تكوين الانسان كانسان، التكوين ديالو. حيت الا ما كوناش الانسان ما غاديش نكونوا. حيت العادة الانسان عنده واحد العادة، خصنا حنا قبل من كل شيء. وكنقولوا بان هذا العمليه ديال العمليه التحسيسيه وعمل اللي هو التوجيه من عندكم، كما قلتوا انتم ما غاديش نديروا، لا عندكم واحد الدور كبير في المجتمع. وانا دائما كنقول بان واحد العمل هذا اللي هو عمل نبيل، حنا كنقولوا عمل نبيل، وكاين في المجتمع كيعملوا واحد العمل اللي هو كبير بالنسبه في العمل اليومي للمواطن المغربي. لذا حنا كما قلتوا بان استاذي كاين واحد القضيه اخرى. انا اخيرا بين قوسين واحد الزبون قال لك ودي بان خلى واحد هذا المحفظه ديالو في سياره الاجره، ومشى قلب ما لقاش اسمه. ولكن حنا اش كنقولوا لهم دائما ومن منبر هذا المنبر. بالمناسبه شحال من شكايات تتوصلوا بها في هذا الاطار؟ حنا انت كيكون عندنا بزاف ديال الشكايات في وقت العطل، لان كتكون السياحه مدير هو اللي كيكون، لان ملي كنجيو كنلقاو واحد العدد، ملي كنسولو كنلقاو دائما جاي من مدينه اخرى. بمعنى انه كينتعش، شوف هنا القطاع كاين بالك بان في الوقت ديال العطل كينتعش هذا اسمه. هذه من جهه، من جهه اخرى حنا بالنسبه للمواطن المغربي او الزبون او المستهلك المغربي نطالب من هذا المنبر باش اولا قبل ملي كيطلع اول حاجه خصو الرقم ديال هذيك ديال الطاكسي، هذاك النيميرو ديال الطاكسي ياخذو. لان الا كان عندك النيميرو ديال الطاكسي ملي غادي حنا غادي كاتبنا غادي يعطينا النيميرو الطاكسي، غادي نكتبوا للجهات اللي هي مسؤوله، هذاك السيد غادي نجيبوه وغادي نعرفوا الحالتيات. واش الانسان كياخذ المحفظه ديالو، يقدر يكون فيها الباسبور ديالو، يقدر يكون فيها المسائل ديالو. هنا فاش كانوا علاش كنقولوا ان هاد السيد هذا اللي عنده راه عنده واحد بيرمي اللي هو ديال الثقه، لان الثقه هي كل شيء. اللي كتكون اللي كتفقد الثقه انا كنعيشوا في غابه. سي علي دائما يسال ان نتحملكم انتم كنقابات المسؤوليه، يعني انتم ما يمكنش تهربوا من المسؤوليه ديالكم، لانكم انتم تتمثلوا هذا القطاع، انتم تتاثروا هذا الناس هذا القطاع هذه. وهو بالنسبه للتاطير ديال القطاع ديال سياره الاجره، يعني خصك تاخذوا ماشي موسمي، خصك تاخذوا على المدى البعيد. يعني في التجمعات اللي كيكونوا في المحطات ديال اي محطه، اغلبيه الناس اللي كيشتغلوا مثلا في القطاع ديال سياره الاجره الصين في الاول، هما اللي كيكون عندهم احتكاك مع بعضهم، لان كيوقفوا اكثر في المحطات. الملاحظ هو الان مثلا في سياره الاجره الصين في الثاني الصغير ما بقاش عندهم محطات اللي كيتجمعوا فيهم. يعني خاص احداث محطات، احداث محطات كما وعدونا يكونوا محطات نموذجيه، لا بالنسبه للصنف الاول ولا الثاني، يكون فيها كل شيء، يكون فيها دوره المياه، مغفر الشرطه، لما لا يكون فيها مكتب ديال الاخوان ديال الحمايه المسلك، يكون فيها كل شيء، اي يكون فيها كيوسك. راه خصنا العولمه، حنا بغينا العولمه غير في الكتوبه، واش خصنا نكونوا في كل شيء. لان سائق سياره الاجره شكون هو؟ سائق سياره الاجره هو الرابط بين الاقاليم والجهات، بين العيادات والمستشفيات، بل هو اول صوره
يلقاها السائح، واخر صوره تبقى عالقه في ذهني، بمعنى ان السائح ملي كيجي البوابه ديال المغرب ديال افريقيا اللي كيخرج من المغرب، اول شيء كيتلاقى الجمركي، بعد الجمركي اما الدراكي والشرطي مباشره فاش يدخل المغرب، فاش يدخل فالا يلقى سائق سياره، هو الصوره سائق سياره الاجره، هو ليماج يعني ملي كيلقاه في حله لابس مزيان كيهضر معاه مزيان استقبل مزيان، راه كيقول ان لانه هو اللي كيعطي تصور ديال كيفاش كتبان لي البلاد، كياخذها في هذيك الصوره ديال سائق سياره الاجره. فالتلميع ديال سياره الاجره بين يدين الاخوان المهنيين باش يكون استاذي انه خاص يحس هذاك الانسان ولا هذاك السائق متابع من طرف، بالنسبه لي ما كنقول النقابه، ومتابع من 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 الامن، وهذا خاص بالنسبه للنقابه خاص يكون هذاك ولو بين قوسين دوك لي فلاير، كي كتلقى واحد الانسان دائما كيحس براسو، كتجي ان النقابه كتعطيه ديما كيقرا هما اش مالك وما عليك، باش يحس براسو بان كاين واحد الانسان تابعو دائما. هو كيحس راسو بوحدو، كينوض مع الصباح كيخدم يجيب روسيطا مشى وهكذا دواليك، كتقول له كيقول ما كنعرف ما عمر ما شفت شي حاجه لا من هذا، كيحس براسي هنا حيت كيقول بين قوسين قلت يقولوا هذاك المال السي مال مال السرقه. دونك الا كانت واحد المتابعه على ثقه يوم من الايام كيحس الانسان بان راه يمكن كاينين الناس تابعينا وكيعطيونا الاسم وكنقراو، كاين جريده تكون جريده النقابه. شنو الدور؟ اسمح لي اسمح انا عاد كنتكلموا، شنو الا ما كانتش كتخرج واحد مجله وهذيك المجله ونعطوها لها غراتويت ونعطوها لها، هما قال في اعداد في اطار اعداد واحد الدليل للسعر هذا هو اللي كنقولوا لا، حيت هذا كيشجع داك السي علي. شكرا جزيلا على قبول الدعوه السي عبد الحق، شكرا جزيلا، شكرا لكم، وكنتمنوا لكم التوفيق. بغينا نمروا هذيك ديال زر الامان الحد من الاعتداءات على السائقين المهنيين، واحد الزر يدار فوق البلاره، وملي يكون عند شي خطر في وسط السياره كيشعلوا كتبان للمره وتبان لكل شيء ان هذيك ان شاء الله ان شاء الله مستقبلا نديروا واحد الحلقه خاصه على الاعتداءات اللي تتعرضوا لها السائقين المهنيين. متتبعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.